اوكي. اول حاله ده عيان حقيقي من العياده من عندي 43 يير اولد مان وذ لونج هيستوري اوف بالبيتيشنز مور ذان 10 ييرز tried multiple antiarrhythmics and beta blockers with partial improvement of his symptoms. Last year, بدأ يديفلوب ديسنيا, not only palpitation. This is the resting ECG. الفايندنج الواضح فيه زي ما حضراتكم شايفين هو premature ventricular complexes واخده شكل الليفت باندل نيجاتيف في V1 وبوزيتيف في V6 فدي طالعه من الرايت فنتركل وفي 2 و3 وAV F بوزيتيف فهي جايه من فوق لتحت فطالعه من الرايت فنتركل أو ثرو تراك. This is the most common site for idiopathic PVCs. العيان عملت له هولتر زي ما الجايد لاينز بتقول بعد شويه طلع عنده البيردن بتاع البي في سي 27% and this is a very important figure. الايكو الاجكشن فراكشن بتاعته كانت بدات تبقى امبيرد 42% والفنتركل دايليت. بعته عمل كاردياك ام ار اي الحمد لله ما فيش سكار عنده والعيان ستيل سيمتوماتيك رغم ان هو على بيتا كور اللي هو حاجه من الحاجات الادفانسد شويه. ايه اللي الجايد لاينز بتقوله في الحالات دي؟ التيبل ده باختصار شديد الحاجات اللي احنا عملناها للعيان الاي سي جي والهولتر والايكو لو كانوا اناف اوكي مش اناف بنخش على الخطوه اللي بعديها ده طبعا في العيان البي في سي مع نورمال ايكو وده عيان فيري كومن بيجي في العياده لو مش اناف الحاجات دي بنعمل كاردياك ام ار اي معاهم عشان نشوف استراكشر نورمال هارت ولا ابنورمال هارت. ابنورمال هارت دي قصه نورمال هارت لو عيان نورمال وعنده بي في سيز بس بنشوف العيان سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك. العيان سيمتوماتيك مش مهم كام في الميه لمجرد ان هو سيمتوماتيك لو طلع من مكان اكسسبل للابليشن زي الار في او تي او الفاسيكلز بتاع الليفت فنتركل ابليشن كلاس 1 وكلاس 2 ايه الانتي اريزمكس. طب لو طلع من مكان اخر زي الميترال انيولاس ال في او تي ال في ايبكس يبقى الدراج تريتمنت رقم 1 والابليشن رقم 2 الابليشن كالترنتيف لان الابليشن صعب. طب لو اسيمتوماتيك العيان اسيمتوماتيك شفناه في الاي سي جي بيفرق معانا رقم 10% اقل من 10% ولا حاجه نورمال ايكو العين اسيمتوماتيك شفنا اي بي في سي 9% ولا حاجه فولو اب. طب لو 10 ل 20% الاصل ريجولار فولو اب عشان الايجكشن فراكشن ممكن تقع بسبب بي في سي لاكثر من 10%. طب لو اكثر من 20% والعين اسيمتوماتيك ونورمال ايكو جاستيفايد انك تعمل له ابليشن لان العيان ده لو فقد الفولو اب هيخش في كارديوميوباثي بسبب البي في سي. طيب اللي يخصنا احنا في العين بتاعنا هو ده العين ما كانش نورمال ايكو بس هل العيان من الاول نون ستراكشر هارت ديزيز ولا لا؟ العيان بتاعنا ما كانش نون ستراكشر هارت ديزيز من الاول. طب لو العيان نون ستراكشر هارت ديزيز وعنده بي في سيز بنسال نفسنا سؤال من اثنين الستراكشر هارت ديزيز اللي عنده ده هيفسر الاجكشن فراكشن ولا لا؟ يعني عيان عنده سيفير اورت كريجيشن طبيعي يبقى دايليتد وامبيرد يبقى البي في سي هنا باي ستاندر. عيان عنده مودريت ميتر ريجيشن ايه اللي هيخليه دايليتد وامبيرد؟ يبقى البي في سي دي هي السبب ساعتها هيبقى الابليشن للبي في سي دي كلاس 1 الابليشن لو الاجكشن فراكشن مش متفسره بالاندرلاينج ديزيز. طب لو العيان من الاول ما كانش معروف ان عنده اندرلاينج هارت ديزيز واكتشفناه احنا بالايكو بنسال نفسنا هل العيان ده اسكيميك ولا فالفولر ولا انفلاماتوري؟ لا نخش على الكاردك ام ار اي، الكاردك ام ار اي باين ان عنده فايبروزس ده اصلا عنده كارديوميوباثي من الاول. طب ما بينش فايبروزس زي العيان بتاعنا، العيان بتاعنا الاجكشن فراكشن واقع وعنده بي في سيز كومن وما كانش معروف انه قبل كده دايركت كارديوميوباثي. فالعيان ده ما عندوش سكار في الكاردياك ام ار اي فده كلاس 1 انديكيشن ان يعمل بي في سي ابليشن والجدول ده لو ما طلعناش من اليوم غير بيه ده مختصر الكلمتين اللي انا قلتهم فده انف. الجدول ده بيقول لو العيان سيمتوماتيك ونورمال ال في فانكشن لو البي في سي طلع من مكان اكسسبل للابليشن يبقى ابليشن مكان مش اكسسبل يبقى دراج تريتمنت والابليشن بديل وفي الحالتين اميودارون كلاس 3. You can never give amiodarone to PVCs frequent في عيان symptomatic أو asymptomatic ونورمال ejection fraction. Normal ejection fraction ما تديش amiodarone. طيب العيان لو عنده LV dysfunction اللي هو الخطوة الثانية نفس الكلام بس هنا الاميودارون ممكن نديه لأن الاجكشن فراكشن بتاع عيان impaired فهو عيان heart failure. Class 1 indication سواء الـ PVC طلع من مكان accessible للابليشن أو مش accessible للابليشن. Class 1 indication لأن الـ PVC هي اللي عاملة له الاجكشن فراكشن دروب. والحاله الثالثه اكثر من 20% كلاس 2 بي انك تعمل له ابليشن وكلاس 3 انك تدي اميدورين يعني تعمل له ابليشن تسيبه في حاله للفولو اب. افتر بي في سي ابليشن كانت طالعه من البالمونري فالف الفوكس عند العيان ده البي في سي بيردن نزل ل 2% وده سكسس اكثر من 80% ريدكشن سكسس. الاجكشن فراكشن اتحسنت ل 56% بعد شهر واحد والال في ريموديلد ثاني او ريفرس ريموديلد والحجم بتاعه صغر والعيان دلوقتي اسيمتوماتيك على ميتوبرولول. سكند كيس
ده 35 يير اولد ميل سموكر ديسليبيديميك فيري كومن ستوري، جاله انفيرور ستيمي من 4 سنين، عمل ستنت وفضل اسيمتوماتيك لغايه في 11 اللي فات، جاله بالبيتيشن اكتر من 10 ساعات. الاي سي جي ريفيلد مونومورفيك سستين في تي، عيان عامل ستنت قديمه وكان ماشي كويس وجايب سستيند مونومورفيك في تي وهيموديناميكال ستيبل بقى له 10 ساعات. جود فانكشنال كاباسيتي، نو هارت فيلير سيمتومز، نورمال فيتال ساينز، نورمال الكترولايتس، الايكو بتاعه في انفيرور هايبوكينيزيا او اكينيزيا، والاجكشن فراكشن 50%. الكاردياك ام ار اي بتاعه بين فعلا الاجكشن فراكشن والفالفرال فانكشن طبيعيه، بس الشورت كاتس بينت لون ابيض في الانفيرور سكار، ليت جادرينيم انهانسمنت في الانفيرور. فالعيان ده الاجكشن فراكشن بتاعته كويسه، عنده سكار نتيجه ام اي وبيجي له مونومورفيك في تي. الجايد لاينز قالت ايه؟ قالت ابليشن الاول في العيانين دول. ليه؟ لان الاجكشن فراكشن لو كويسه بيبقى السكار غالبا لوكالايز. هو فكره الابليشن بتاع المونومورفيك في تي في السكار ايه؟ الفي تي مش بتلف حوالين السكار، الفي تي بتطلع في النورمال تيشو حوالين السكار وتعدي من سلو باث واي جوه السكار، ستيل في فايبل سيلز جوه السكار ده بيسموها المخرج بتاعها ده اسمه الازمس، فهي بتلف في النورمال تيشو وتخش في السكار ده تمشي بالراحه بالراحه، قبل ما توصل هنا يكون التيشو ده بقى ريسبونس فتروح متكمله فيه وبعدين تمشي كده بالراحه. دورنا في الابليشن ان احنا بنكوي الازمس دي فقط، بنحدد المخرج اللي طالع منه من جوه السكار ونعمل لها ابليشن. فلو احنا عندنا اند بوينت واضحه ومتاكدين بعد الابليشن ان الازمس دي اختفت والتراكيكارديا مش انديوسابل، ده كلاس 1 انديكيشن ان يعمل ابليشن الاول. طب لو الابليشن فيل او العيان مش عايز يعمل ابليشن، من حقنا نركب اي سي دي لو الاجكشن فراكشن فوق ال 40، اجكشن فراكشن تحت ال 40 لا، ما الاي سي دي هو الانديكيتد، ولو بيجي له شوكس على الاي سي دي ساعتها ممكن نعمل كونتمبوري ابليشن، بس تحت ال 40 غالبا السكار بيبقى كتير والاند بوينت ما بتبقاش واضحه في الابليشن. في تي ابليشن ووز الفي تي ووز سبونتينيسلي انديوسد وذ كاثيتر مانيبيوليشن، مجرد بس ما احنا بنحاول نحط الكاثيتر، اكتيفيشن ماب ووز دان لوكاليزنج ذا ازمس ات ميد انفيرور وول، سبستريت موديفيكيشن يعني ابليشن للازمس دي ووز دان ات ذا اند اوف ذا بروسيدور، التاكيكارديا ما كانتش انديوسابل، اند بوينت هاز بين ريتش، فده كده خلاص انف اللي احنا عملناه. The procedure was considered alternative to ICD implantation. Who skipped on amiodarone beside his regular treatment. وده اللي الجايدلاينز بتقوله، عيان اسكيميك كرونيك جاله في تي مونومورفيك، سيب حضرتك من الجزء بتاع الريكارنت اي سي دي ده، خلينا في الجزء اللي فيرست برزنتيشن، اجكشن فراكشن تحت ال 40 اي سي دي، فوق ال 40 العيان هيموديناميك انستيبل اي سي دي برضه. It's not justified ان حضرتك تعمل ابليشن لعين هيموديناميك انستيبل وتسيب فرصه ان التكار ده ممكن تجيله تاني. طب هيموديناميك انستيبل ومونومورفيك واجكشن فراكشن كويسه، يبقى الابليشن رقم واحد هو والاي سي دي بنفس الليفل اوف ريكومنديشن، واليونيفرسال انتي اريزميك او الكورتيزون بتاعنا في الاريزميا اللي هو الاميدارون انديكيتد برضه في الحالات دي. تالت حاله عشان التايم، ده عيان 75 سنه ميل تايب 2 دايابيتس من 10 سنين اون اورال هايبوجليسيمكس، جايب فيفر فوميتنج وتشيست بين، والعيان بيوصف ان بيجي له سينكوب صدر بعد التشيست بين. طبعا العيان ده لو ظهر في اي عياده دايابيتك و75 سنه وتشيست بين وبيجي له سينكوب، اول حاجه اي حد هيفكر فيها الاي سي جي كمان سجست ان يكون عنده انتروسيبتال ستيمي، اول حاجه الواحد فكر فيها ان يعمل كورونال انجيوجرافي على امل ان يلاقي اسكيميا تفسر الاجكشن فراكشن دروب، ولكن للاسف الكورونرز بتاعت العيان كانت كويسه. الايكو بتاعه كمان بعد ما طلع من القسطره نورمال اجكشن فراكشن نو ريجنال اور موشن ابنورماليتيز، اللابس نيجاتيف 3 سيتس، فالعيان اصلا ما كانش ام اي. هنا بقى دور كلمه فيفر اللي حصلت مع الاي سي جي تشينجز، ده الاي سي جي بتاعه بعد ما العيان قعد يوم في البوست كاس والفيفر راح، الاي سي جي رجع نورمال. لو قارنا الاي سي جي ده بده، ده عيان جاله فيفر الاي سي جي تحول من ده لده، يبقى ري لوكينج للاي سي جي بتاعه ده انديوست بروجادا تايب 1. البروجادا تايب 1 مش شرط انها تبقى سبونتينيس موجوده في الاي سي جي، ممكن تبقى انديوست ببعض الميديكيشنز زي اللوكال انستيزيا. اللوكال انستيزيا من الحاجات المهمه الكونترا انديكيتد في العيان اللي عندهم بروجادا، او العيان يجي له فيفر فيظهر البروجادا. فالعيان ببساطه بروجادا تايب 1 بيبقى انديوست بالفيفر، بيخش في بولمورفيك في تي، بيجي له سينكوب وكان متشخص على ان هو اسكيميك. انديوست تايب 1 اي سي جي باترن باي فيفر اند اريزميك سينكوبي، ده العيان بتاعنا. اي سي دي از انديكيتد كلاس 2 اي، كلاس 2 اي لانه ما كانش سبونتينيوس، ده كان انديوست بحاجه.
تريتمنت اوف فيفر وذ انتي بايريتكس والبروجادا سيندروم، يا اما عيان سبونتينيوس تايب 1 مع فنتريكولار اريست. ربع دقيقه. يا اما عيان سبونتينيوس تايب 1 مع فنتريكولار اريست بوليمورفيك في تي، مفيش اذر الترنتيف دايجنوزيس، يا اما بروجادا سيندروم شود بي كونسيدرد ان بيشنتس who has no other cardiac disease and induced type 1 Brugada pattern who have at least one of arrhythmic syncope زي العيان بتاعنا او nocturnal agonal respiration. وده very important لان البروجادا هي sleep killer. العيانين دول بيجيلهم polymorphic VT وهم نايمين بيخشوا في زي يعني snoring بتاع الريست، وبعدين الدنيا تتحسن واللي نايم جنبه بيفتكر ان هو بيحلم او ده snoring عادي. Family history of Brugada syndrome, a family history of sudden death, أقل من 45 year old with a negative autopsy and circumstances suspicious of Brugada syndrome، يعني واحد في العيلة مات تحت ال 45 suspicion of Brugada. ICD implantation should be considered in patients with type 1 Brugada pattern and arrhythmic syncope. أنا هكتفي بكده، مش هقول حتى دول. And thank you.